بسم الله الرحمن الرحيم. صيغة كان علمها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لابن زيد. ابن زيد ده من كبار علماء التابعين او كبار التابعين، فقال له: يا ابن زيد، لا تدع يوم الجمعة لا تدع يوم الجمعة الا ان تقول 1000 مرة: اللهم صل على محمد النبي الامي، اللهم صل على محمد النبي الامي. اكيد الصيغة دي فيها سر، لان عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابة لا يتكلم إلا بعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يوصي واحد من التابعين يقول له يقول الصيغة دي، وصيغة سهلة ويسيرة، ويقول له ما تقلش عن 1000 مرة. فيا ريت كل واحد بيسمعني دلوقتي ما يقلش عن 1000 مرة ويقول الصيغة دي، عشان يحصل الثواب العظيم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ف اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مش بس ربنا بيصلي عليه 10، لا، في ناس ربنا بيصلي عليهم 100 صلاة. جاء في بعض الروايات: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 70 صلاة، وفي رواية 100 صلاة. فيا ريت نحتسب الثواب الأعظم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث للصحابي، لما الصحابي اللي كان بي 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 كان ساكن بعيد، والحديث في صحيح مسلم، ودايما وقالوا له: اشتري حمار، انت بتمشي بمسافة كبيرة جدا وبتتعب جدا. قال لهم: لا، انا ارجو ان الله سبحانه وتعالى يحسب لي كل خطوة في مروحي وفي مجيي. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لك ما احتسبت. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا يحتسب اجره عند الله فهو حسبة له عند الله. فعلى قد ما تحتسب ربنا، قد ما ربنا يديك. فمهم قوي معرفه الاجر والاحتساب. فاحتسب ان ربنا يصلي عليك 100 صلاه، مش 10 صلوات، مش كده وبس، ده بكل صلاه لك ثواب عتق 10 رقاب. و في بعض الروايات ربنا يبني لك قصر في الجنه بكل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، و يرفع لك في الجنه 10 درجات. و جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت الكلام ده قبل كده: اكثركم علي صلاه اكثركم زواجا في الجنه. كل ما تقسم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تكون من اكثر الناس زواجا، يكون لك نصيب اكبر من حور العين. ده مش كده وبس، الحديث الحسنه هصححه بعض العلماء: من صلى علي صلاه كتب الله له قيراطا، والقيراط مثل جبل احد، وجبل احد وزنه 45 مليار طن. ف ده غير ان ممكن تكون لك شفاعه خاصه يوم القيامه. اكثركم علي صلاه اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. يبقى اذا الصلاه كسر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم توصلك للفردوس الاعلى. لذلك ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك شفاعه خاصه عشان كثره صلاتك عليه، فيطلب ولو انت في الدرجات الادنى يطلب من ربنا يرفعك تبقى معاه في الفردوس الاعلى. ف ده غير تفريج الكروبات، واللي هم من صلى اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاه يفرج عليه انه سبحانه كما قال عليه الصلاه والسلام: 30 كربه في الدنيا و70 كربه في الاخره. ده غير فرصه كبيره لرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومناقب اخرى كثيره لا يتسع المجال الان لقولها، لكن قلت لحضراتكم اهم مناقب الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ريت يوم الجمعه بالذات تقول: اللهم صل على محمد النبي الامي 1000 مره او اكثر، كما قال عبد الله بن مسعود للتابعي لزيد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.